انت شايفه النهارده في كوميديا حلوه؟ بتشوفي حاجه؟ بتتفرجي على حاجه؟ يعني حاجات قليل لما تضحكني. اه زي قولي لي. اه لا انت عارفه ان انا مخي سايح شويه. يعني شفتي مع احمد مكي مثلا؟ شفت احمد مكي. ايه رايك؟ انا بيعجبني. اه بيعجبني سامبل وحلو. حلو في كلامه في الديالوج بتاعه. شفتي طبعا حاجات لمحمد سعد اكيد يعني. اه طبعا انا بحبه أوي. جدا مش كده؟ انا بحب حركاته. يعني ايه في ساعات اوفر طبعا قوي بس انا بحبه وبحترمه في نفس الوقت. فاكره له حاجه؟ شفتي قطاطة؟ اه ايه رايك في شخصيه قطاطة؟ حلو شخصيه يعني شخصيه بقت متداوله. خالص. شفتيها انت ايه اللي في ايه فيها قطاطة؟ دي صديقتي الحميمه قطاطة. ايه دي؟ اكتر حاجه بتعجبك فيه في سعد؟ اه على المستوى الشخصي سيبك ابن بلد وجدع وصاحب صاحبه وود يعني ابن جدع انا ما اعرفوش شخصيا. لا ود عتره يعني. مع انه راجل يعني مش صغير لكن ما هو احنا مع بعض يعني بنقول ود عتره. في السينما هو عنده ستايل عايز يعمله وعنده شخصيات يوجدها ولما حاول يغير بناء على طلب الناس مش مالكها قوي فما سمعتش معاه. انا بحبه بالكاركتير اللي بيعمله. هو فيه واللي انا عارفاه عن محمد كمان انه لسه عنده في الجعبه او في الشنطه كام كاركتر تاني. انا عارفه واحد منهم ابن لذينه فظيع بس هو لسه ما طلعوش. شخصيه فظيعه مش عايزه احرقها له عشان يوم ما يطلع. ساعات في سهره وطلعي منه قولي له انت عايزه. قولي له يا محمد يا سعد تعالى علشان عايزين نطلع من الجعبه الحاجات اللي انت لسه ما خرجتهاش ونشتغل بيها وانت تشتغل بيها يعني. تعالى يا محمد يا سعد عشان سعد تطلع من الجعبه. هي الوحيده اللي بتعرف الجعبه دي فين فيك. تعالى. الفيلم بقى مثلا من الحاجات اللي الناس حباها قوي من الفيلم طبعا علاقتنا في الاوضه. وطبعا وحيد سيف شقوه بالقنطاوي فاكره؟ الصريخ بتاعه مجنون مننا. انا في مشهد هنحطه بتاع مش عارفه هنا ولا لا لما فوق السطح هو وانا لما الناس ماتوا عندنا فاكره؟ فاكره الصريخ والصويت اللي كان على السطوح بقى لما هو دخل رحنا خبطنا عليه واغمى علينا. فلما جه يوسف شعبان ومفيد عاشور فانت بتقول لهم في اربعه ماتوا وبنحكي حكايه لا يمكن تصدق. لا يمكن. فهو اتجنن قال حرب الخليج دايره في اوضتكم وجري عليكي شالك انت شالك وانا بعضه. لما كنا نايمين على المرتبه وبنلحق يا رب على الضحك اللي ضحكنا. تعالي نبص على المشهد كده. ده انا قتلت فروع ابو شنب فضه وابو ترعه في وشه وابو رجل مسلوخ. ما تصدقهاش يا سعاده البيه هم قتلوا بعض ودفنوا بعض كمان. انتوا هتجننونا. حرب الخليج دايرة عندكم في الاوضه وانا مش داري. انا اللي هقتلك. يا راجل ده يا مسلوخ. خليتيني على المرتبه اللي بتعمليه فيا وانا اللي بعمله فيكي. حاجه واقعيه بطريقه جميله. نكمل بقى لحضرتك. عايزه تشوفي المشاهد ولا لا؟ لا حبها حابه تشوفي جدا. طب فكريني بالايام الحلوه. ايوه ما انا بفكرك علشان انت دلوقتي قلتي جمله خطيره جدا. نعمل مسلسل. نعمل طيب. المسرح. المطرح يا ريت ومسلسل. الكلمة اللي طلعت منك دي ايه؟ انا قلت ايه يا جماعة؟ قلتي مسرح وقلتي مسلسل دلوقتي. طيب نعمل الاثنين مسلسل والمسرح. مسرح يبقوا تحفة بس المسلسل قوي معانا في الحاجات دي. نعمل بكيزة وزغلول؟ يا ريت بس ايه بقى باسلوب ايه؟ واحنا دلوقتي كبروا صلينا. لا خليني بقى انا بقيت الحاجة بكيزة. تمام. كبرنا بقى وبقينا متموزلات وهنعمل ده فنشوف يلا.
خلاص احنا بنحضر المفاجأة دي. المؤلفة والممثلة والممثلة الكوميديان. ده انت ست الكوميديانات يا حبيبتي, يا حبيبتي والله. شوفي عملتي عطية الإرهابية وعملتي على الرصيف, ضحكنا فيه طبعا انت عندك على الرصيف ده رصيد عملتيه مع الناس بعد ريا خليني في ريا وسكينه. أيوة. ازاي عرفتي انك انت هتشتغلي مع شاديه؟ فاكره انا كان بيجي لي والله ضربات قلب اول ما سمعت من سمير خفاج وقال ايه رايك لما نجيب لك شاديه. انا اتخضيت. شاديه كان سوبر ستار السينما. بس انت بتقولي سمير خفاج بتكلمي بس انت جنن. شاديه جاب شاديه كانت سعيده جدا وكنا اخوات حلوين قوي. ما تترعشيش عشان انا بترعش. انت قلتي ايه يا ام؟ انا وانت يا سكين انا وانت هنشيلوها وندفنوها. لا ما فيش نوها. يعني ما فيش نوها. امال في ايه؟ في نيحه. ايه ما فيش في نيحه. نيحه ما فيش نوعه في نيحه. نيحه يعني خلاص انا وانتي نشيليها وندفنيها. ايه يا سكينه تعالي هنا. هو انت عايزه راجل. اشتغلت العمل مع استاذ مدبولي وحمدي احمد, استاذ حمدي احمد. ايوه. واشتغل بداله احمد بدير. هنا بقى احمد اللي انت بقى فرشتي له وظبطتي معاه مشاهدكم. كان لسه جديد عامل روايه او روايتين. فعملتي معاه انت دويتو خاص كمان جدا في رايك. بس سكين. احمد بيدير انسان كوميديان حلو. شوفي انت, شوفي مشهدك بتاع الفطار اللي انت عاملاه معاه وهو قاعد يزلط البيض. وانا ببص له كده. لا راجل يساعد اللي وياه قوي. راجل ممثل حلو عارف بيقول ايه. المشهد ده اتخلق كده امتى بتاع البيض والبيضة؟ واحنا على المسرح. واحنا على المسرح. ازاي واحنا على المسرح؟ هو مثلا كان في يوم جعان فابتدى ياكل أكل زياده كتير. فانت حسيت انه معطلك. ففضلك وانا بصله كده لو شفتينا. يعني مش ممكن يعني. قول بقى اي حاجه. نغنيست دلعني. يعني كل الناس بتاكل عشان تتخن وانت بتاكل عشان تطول. يا غزال ناس يا غزال انت يا غزال. ويا سيدي المرسي انا ما تعشيت من ليله الصباحيه, سبت لك الصينيه كلها يا ابعال عشان تتغذى. اديني له. انا ما تعشيتش من امبارح. اديني حته خيار. انا مش همدي ايدي لما انا مؤدبه. اديني بيضة. اديني بيضة. هات بيضة وانت بيضة. ايوه ايه هات التانية دي. هات دي. هات دي. انت شايل اللوز قبل الجواز. ايه يا ابعاد البيضة بتنزل مزلقان كأنها نازلة كده. ده عيب. احنا في الصباحية. امال في الاربعين هتعمل ايه؟ بلونه هنا ولا بتاعه دي. وكني اكلك بيه بايديك وانا اكل بيه. يا ساتر. لو كتاب الله, كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي. ايوه عمال تاكل ومستكرني. المخرج قال له بتنوي تكلم. الكوميديا بتطلع من الحاجات دي. انك تعلقي, انك تبصيلي. انت عملتي حاجه لطيفه قوي برضو في رايا وسكينه لما كنتوا في السوق ونزلت الغنوه بتاعه. لا مش الغنوه, البيان. فانت رحتي قايله للناس سعيد صالح. ولعوا الراج. ولعي يا اختي ولعي عشان نشوف الاسعار.
هذا ما وافانا به مندوبنا في جهات الأمن عن آخر ما وصلت إليه التحريات في موضوع خطف السيدات. فقد تمكن البوليس من معرفة بعض أوصاف المصوغات التي كانت ترتديها النساء المخطوفات. يا مصيبتي يا خرابي. ولا كلمة. ايه؟ استنوا. ايه حصل؟ بتقول يا عادي انت عادي انت عادي. ما انت سامع يا اخويا ما تستعبطش. ما حبتيش انه المناسبة تعدي لا. من غير ما الناس تعرف ان سعيد عمل لطافة يعني جه لطافة راح مسجل البيان انه يخدمنا ويقول المذيع. فدي كانت لفتة لانه الى الان الناس بتحب اللحظة دي قوي لما انت بتعترفي بانه بفضله طبعا. انه جه عمل جست وراح اعمل لكم التسجيل ده بصوته. سعيد الله يرحمك يا سعيد. هنا محطة كامب شزار جانا الملحق ده الان والستة ضحية غنية اسمها عيوشة سنان. سك المتنيل دوا لسه في عندي بيان اخر رأس. سك المتنيل دوا لسه في عندي بيان اخر رأس. اخر رأس جاك قطع لسانك ده انت مراق في اللجنة. بطل اشعال 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 شفت ازاي تقدير الناس لبعض. هو بيساعد قوي مش زي ناس تانية ابدا ابدا مش زي اي ممثل ولا اي ممثل. سعيد يساعد على المسرح وزملائه وبره المسرح كله. الله يرحمه. سعيد ساعد يونس كتير جدا في مدرسة المشاغبين وسنده هو اللي ساعده هو اللي طلع يونس. معلش ربنا اللي طلع كل ده بس هو وقف جنبه قوي. انا شفت في بروفات لما كنت باجي اشحت منكم برامج تسجلوا لنا شفته وهو بيفرش له في حته ما بيجمعش ومع البروفات كنا بنقعد انا وايناس نستنى كتير ولا سائل عنا يعني بص له نحولله نقول له خلاص يلا ابدا. ومن هنا يونس الله يرحمه طلع سن طن طن طن. ايوه واللي احنا بنقول الكلام ده يا عم بنقوله بس قول بس تقول سن طن طن طن. امال ايه انا كل ساعه لسه قايلها الاول امبارح وقاعد قول بس قايلها لمين قايلها لمين ايه اللي اسمه ايه ده اللي هناك ده اللي هو ده ايه ده اسمه ايه ده اسمه ايه ما هو معانا هنا في الفصل. امال قول بس. لا هو اسمه ايه لا انا عارفه انا عارف اسمه لكش دعوه باسمه بس قول لي عارفه انا اسمه ايه انا عارفه يا اخي بس هو مش واخد باله مني بس قول بس ايه قلت سن طن طن طن. ايوه انت ما تسمعش كمان يا لا قولها قدامي قول سن طن طن طن. سن 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 البتاع اللي انت عملتها دي قول بقى انا بيني قول كل حاجه يا عم ايوه هي دي بقى قول بقى الحاجات اللي بقى. مرسي ابن المعلم الزنات اتهزم يا رجاله ايوه اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه منز ايوه يا جدع منز الله يخرب عقلك يا جدع والله منز وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي